ألا ترون كيف تروض الأسود في السيرك؟ تجوع، لا تعطى الطعام إلا بعد أن تنفذ الأوامر. ارقصوا لك يرقص، نوي لك ينوي، عوي لك يعوي، ثم ترمى له مضغة لحم. لماذا الحمار مهان وذاك شجاع مع أن النتيجة واحدة؟ العرب يحبون الجياد، وراكبها فارس خيال لأنها مرسيدس، أما راكب الحمار فهو سائق طرطيرة عتال. الحصان مدلل، يركبه فارس رشيق مقدام أو فتاة جميلة لتتصور على إنستغرام على الشاطئ، بينما الحمار يحملونه الأسفار بالأطنان من البضائع حتى أنه لا يسرج، ويصعدون به إلى رؤوس الجبال في أضيق الطرق. طيب هل يجرؤ الحصان أبو سرج وشناشل أن يسير بهذه الطرق؟ أصلا لو أن الحمار جبان لانقرض منذ زمن،